الألماس الصناعي. ها؟ لكن عما تبحثون؟ إننا نبحث عن خاتم الألماس الخاص بأمي. خاتم الألماس؟ آه، يبدو أنه سقط في مكان ما هنا. الألماس، الألماس، بحسب ذاكرتي فهو حجر ثمين. أف أف، كتاب ضخم جداً. أها، ها هو حجر الألماس، حجر ثمين يتكون من ذرات كربون مرتبة في بنية بلورية محددة، ويتشكل معظمه بسبب تعرضه لحرارة وضغط كبيرين جداً تحت طبقات الأرض، أي في أعماق تتراوح بين 150 إلى 250 كيلومتراً. أنا ساعدتنا في البحث عن الخاتم بدل القراءة يا مألوف. مهلاً يا حامد، أظنني أقرأ شيئاً جديداً هنا. أوه، لم أكن أعرف هذه المعلومة. هل تعلمون أن هناك فرقاً بين الألماس الطبيعي والألماس الصناعي؟ ها؟ ماذا تقصد؟ مذكور هنا أن الألماس الصناعي هو ألماس يصنعه الإنسان وينتجه في مختبرات خاصة عن طريق تعريض الجرافيت لدرجات عالية من الحرارة والضغط، كما أنه يشبه الألماس الطبيعي في معظم الخصائص الأساسية مثل الصلابة الشديدة، الشفافية، الموصلية العالية للحرارة، المقاومة الكهربائية العالية. وطبعاً من الممكن إنتاج ألوان مختلفة من الألماس أيضاً. تماماً يا علياء، انظري إلى هذه الصور هنا، الألماس الوردي أو الأزرق أو الأصفر، وفي هذه الحالة يسمى الألماس معالجاً. أوه، ألوان براقة وجميلة فعلاً. لاحظوا معي هذه الصورة، هذه صور مختلفة للألماس بحسب طريقة إنتاجه. هذه صورة الألماس الذي تم إنتاجه بترسيب الأبخرة الكيميائية، وهذا باستخدام الضغط المرتفع ودرجة الحرارة العالية، أما هذا فهو الألماس الطبيعي. هذا مدهش، جميل. لكن أكيد أكيد هناك مميزات في الألماس الطبيعي والتي يتفوق بها على الألماس الصناعي، أليس كذلك؟ لا تقلقي يا أم حامد، طبعاً هناك ميزات كبيرة. أولاً، يتميز الألماس الصناعي بأنه أنقى وأكثر بريقاً من الألماس الطبيعي لأنه لا يحتوي على شوائب متأصلة فيه، كما أن عيوبه وعلامات الإجهاد في بنيته البلورية أقل، فهو مصنوع في ظروف يتم التحكم فيها بعناية. ثانياً، يعتبر الألماس الصناعي أقل تكلفة من الطبيعي كونه يصنع في معامل خاصة دون الحاجة لعمليات الحفر والتنقيب المكلفة. ثالثاً، الألوان، إذ يمكن تغيير لون الألماس إلى ألوان جميلة متعددة. كتاب رائع. شكراً لك يا مألوف، أنت حقاً مميز، لكن عليك أن تساعدنا على إيجاد خاتمي، فهو عزيز جداً على قلبي. سأجده. خارج عن المألوف أنا. أوه، مستحيل، هذا رائع، أشكرك من قلبي يا مألوف.